حاولت مجموعة مسلحة اليوم اغتيال الرئيس الضيف لدولة أنجو دوريا، وذلك في ندوة صحفية لإمضاء مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين. ولا يظل البحث مستمراً حتى تم القبض اليوم على أحد أخطر مهربي السلاح في العالم. العالم يتفرج فينا، الناس تطلب فيا في التليفون من الدنيا كل، الموساد حطتني سيركوت وانتم ماشيين يديكم فارغة. سي حمودة يا زيني بلا سي حمودة بيشيتو عمار عطيه تصور يابشت جبنا تصور مانا تصور شنو نعمل بيهم؟ نحبوا قدامي هنا الحم ودم 24 ساعة في ديكم باش تجيبوه. التصويرة هذه شكون جابها؟ لقيناها في الوتيل سي حمودة ما نعرفوش منين جات. اتحركوا توا هاي جاني تعرفوا الادريسة؟ الادريسة هو يعرف الادريسة هيا تعرف الادريسة هو يعرف الادريسة انا نعرف الادريسة الصيونة بلا واحد متاعكم هذه هي الفيلا اللي خبينا فيها الرئيس والروسي يعرف ليه مازال حي حياته مازالت في خطر برا وفيسة توصيف يبعث لكم الادريسة بالراديو احترامات يا الزينة بلا سي حمودة الراجل في خطر وانت احترامات يا سي حمودة مش راجل رئيس Jenny's in way. Hey, Luleda. Et toi, Jenny? وانا كيفاش باش نبحثوا هالراهات هذ احكي معاه بنا لغه باش نحكي معاه لغته شنو بنا لغه تحكي معاه ما فهمش الريس انا ليش كون قالك احكي معاه بالريس احكي معاه بالفرنسي بالالمان بالانجليز انا ما نجم نبحثوا كان بالعربي ايش نو تحب نبحثوا انا ابحثوا انت انا قاري في امريكا مش قاري في روسيا يا معلم مش كيف كيف راف تصرف تصرف شنو تصرف انا كيف تصرف انت كيفاش تصرف انا تصرف انت خروتو تو ليش راك؟ ألقى ذيك تنسوسك كي تاش تحتاج تحتاج تربتق تربتق عندك نمرو دي بورتابلوتشكي 24 اور عندك في ديك باش تجيب النمرو سينو قولك في ساحة قرب فتقته من بعد هيمشي مشي فتقته يمشي
лучший микстейп в мире. Всем-всем взгляд шире. Вчера на улице, сегодня мы в твоей квартире. Вчера в твоей квартире, завтра мы в твоей машине. Ты забываешь то, что в школе с друзьями учили. Это СД, ёба, выстрел прямо в лоб, опа. Через минуту мы с другом попадали оба. Стыль доведет до гроба, опасен как пожары. Мы по твою жопу, что ты отдаешь на шару. Тебе снятся кошмары, беспокоят НРС. Эй, йоу. Идут все остальные, постоят немного в стороне. Это супер хит, под этот супер бит. Это супер тип, что накидает тебе в рот. Это супер хит, под этот супер бит. Помни какой ты стиль, я накидаю тебе в рот.